مي ياسر. أولا بتاع كان متوسط اللي هو مش صعب ومش وحش. لا الوقت كان مناسب وكان اللي هو الحل حلو كان مناسب. كان فيه بس اللي هو جزئيات صعبة في النحو شوية، بس هو كل الصعب كان في النحو. لا هو النحو كان كذا أسئلة، لأن أصلا النماذج مختلفة يعني النماذج مش واحدة، بس كان كذا أسئلة الصراحة مش فاكرة أسئلة. لا هو مش حلو اللي هو مش عائق يعني اللي هو ما فيش حلو يعني.